مستمرين مع حضراتكم وحديثنا عن منطقة الشرق الأوسط وكل ما يحدث من تهديدات في الإقليم. والحقيقة أنه يمكن الحديث برضو الأبرز في هذه المنطقة هو إقليم البحر الأحمر واللي بيحصل في إقليم البحر الأحمر والهجمات المستمرة للحوثيين في البحر الأحمر وتأثير ده على هذه المنطقة وعقوبة القرصنة دوليا ممكن توصل لإيه. دلوقتي معنا على التليفون دكتور مجيد بودن رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي في باريس. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. ويعني التهديدات في البحر الأحمر مستمرة ودوليا التهديدات للجانب الحوثي مستمرة، يعني خطورة والعقوبات المحتملة في إقليم البحر الأحمر والملاحة في البحر الأحمر. يعني اللي بيقوم به الحوثيون الآن في البحر الأحمر ليس لا يبرر لا عسكريا ولا قانونيا، وخاصة من ناحية القانون الدولي هو مخالف للقانون الدولي، مخالف لحرية الملاحة. لو كان ذلك له تأثير عسكري كان ممكن أن يشكل ميزان قوى، ولكن العملية مجرد مناورات تؤجج المنطقة، لها تأثيرات سلبية من ناحية الاقتصادية، وخاصة أنها تعطي ذريعة أخرى لكي تقول حكومة نتنياهو أن العرب يقومون بمخالفة القانون الدولي، والحال أن الفلسطينيين والعرب والعالم يطالب الآن إسرائيل لأنها تقوم هي بخلق القانون الدولي، وبالتالي هذه العملية فيها نتائج مضادة وليست فيها معقولية. أن القانون الدولي مبني على حرية الملاحة، وبالتالي لما الحوثيون يقومون بهذا القصف وبهذه المناورات والتي ليس لها اي تاثير، هي لها تاثير كبير من ناحيه القانون الدولي بانها تشكل خرق للقانون الدولي وتمنع الملاحه، وخاصه تؤثر على الدول التي هي متاخمه للبحر الاحمر، لان الكثير من شركات النقل حولت الان بواخرها عبر رأس الرجاء الصالح وقلصت من مداخيل الدول، خاصة مصر في قناة السويس، وهذه عمل مضاد للمصالح المصرية وخاصة مضاد لصورة المعركة، أن الآن في هذه المعركة الذي يقوم بانتهاك القانون الدولي هو إسرائيل، ويجب تحديد هذه المسؤولية، وخاصة ما قامت به جنوب أفريقيا هو شيء مهم، لأنها قدمت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس خلق القانون الدولي، وهناك كذلك فلسطين لما تقدمت ضد إسرائيل بخلق القانون الدولي أمام محكمة الجنايات الدولية، فهذا هو كسب كبير للفلسطينيين والمنطقة العربية كلها ومنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي لا يجب التدخل بشكل غير منسق وغير منظم، وخاصة له نتائج عكسية، لأن القانون الدولي يمنع التدخل في حرية أو وضع رقيل أمام حرية الملاحة، وما يقوم به الحوثيون هو مخالف للقانون الدولي ويجب الانتقاد والتتبعات ضد الحوثيون ويقلب وجهة الاتهامات الموجهة ضد إسرائيل، وهذا غير مفيد للقضية الفلسطينية. دكتور، دخول فرنسا مع خط الدفاع البحري بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أمام الحوثيين، هل ممكن أن نرى مواجهة عسكرية في البحر الأحمر، وإلى أي مدى ده يؤجج الموقف أم يحسم الموقف أمام الحوثيين؟ هذا سيؤجج الموقف، وهذه ذريعة أخرى يعطيها الحوثيون إلى لمساندة إسرائيل بشكل
بشكل يعني غير مباشر ولكن بشكل فعلي. وبالتالي هذا عمل لا يؤثر على إسرائيل ولكن يعطي سلاح لإسرائيل والذين يريدون مساندة إسرائيل لكي تتمادى إسرائيل في قصف الأهالي في غزة وقصف المدنيين في غزة. وهذا شيء يجب الآن العدول عليه لأن هذه مجرد مناورات ليست لها قيمة لا سياسية ولا عسكرية وخاصة هي مخالفة للقانون الدولي. والذي يريد أن يثبت حقه وحق الشعب الفلسطيني فيجب عليه أن يراعي ويحترم القانون الدولي لأنه هو الوحيد الذي يكفل الانتصار للحق. لا يمكن الانتصار للحق بأشياء عاطفية وأشياء ومناورات ليس لها تأثير على الواقع وخاصة تعطي صورة أن تساوي بين الذين يخلقون القانون الدولي في قصف غزة اليومي والذين يدعون أنهم سيدافعون عن الفلسطينيين بأشياء ليست لها تأثير ولها تأثير عكسي. ويجب الآن تفادي التصعيد في المنطقة لأن التصعيد في المنطقة سينسي قد غزة وسينسي قضية الفلسطينيين وسيعزز المنطقة وسيأتي بدمار أكثر من صحيح. ربما على المجتمع الدولي كله يا دكتور مجيد يعني ما يدفعه الآن المجتمع الدولي من ثمن هو ثمن لسياسات خاطئة في التعامل مع مثل هذه الجماعات. نشكرك شكرا جزيلا دكتور مجيد بودن رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي في باريس، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.